المثل الأخرى لاتفاقية فتح فرع لصندوق التنمية القطري. أولا كانت فسرنا شنية هالاتفاقية، وهل فعلا هي بيع للسيادة الوطنية لقطر، هذه قطر الإخوانية ومساندة الإخوان في تونس؟ هو الحقيقة عندي تفصيل مهم قبل ما لو سمحت لي. الذي حدث، ملابساته، ماذا حدث كذا، هذا من صميم عمل المؤسسات القضائية، ولكن أرجو من مؤلفي القصص والروايات البوليسية أن يتقوا الله في أعراض الناس. يعني أنا أعرف الصداقة الموجودة بين النائب صاحب سمارة والنائب يعني على القيروان الأستاذ نعم طارق الفتيتي، لا النهضة سيد فرجاني، وهي صداقة عريقة وعميقة. صاحبي سمارة حتى حد ما ينجم يدوره معناها على صبعه، فالخزعبلات هذه سمعتها الحقيقة يعني مقرفة. إذا كان هو في لحظة غضب أو في لحظة استفزاز، هو أو غيره قام بعمل مدان وغير مقبول، فليتحمل مسؤوليته، ولكن لينتبه الجميع، لا أحد يحمل رئاسة البرلمان أو كتلة حركة النهضة مسؤولية ما وقع. كل أفعال الشيطانية في هذا العالم نعم. لا يمكن هذا، يعني عندنا طاقم تتحمل كذلك نحن، لا يمكن أنه أي إنسان يعني معناها كذا ولا حركة النهضة وكذا وكذا نعم. يعني هذه أساطير وخرافات.